السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير وصحة وسلامة. طبعا قبل لا نبلش بالفيديو، بس اكو احد متابعاتي اختها خطية كلش مريضة وطلبت ان نقرأ لها سورة المزمل بنية شفائها. البنية اسمها كوثر بنت زينب، ربي شافيها ان شاء الله من المرض، واتمنى تدعوا لها وما تنسون، لان البنية خطية صغيرة وربي شافيها وشافي جميع المرضى. اليوم حنسوي الجليز. عندنا هنا اول ما نبدي جيلاتين، اول ما نبدي شو نسوي؟ نذوب ملعقة كبيرة من الجيلاتين. هاي هنا عندي نباتي باودر، ملعقة كبيرة، نضيف عليها ربع كوب ماء. ان ما يكون يعني مو حار، عادي ببرودة، نخلطهم حتى تذوب كل الحبيبات مال الجيلاتين. هيك شكله يكون سائل، نتركه حتى الحبيبات مال الجيلاتين تذوب. بعدها عندي نص كوب من الكاكاو الشوكولا الحليب البيضة، نص كوب، وبالغرامات تقريبا 100 غرام. نضيفها ونضيف عليها حليب مكثف، الحليب المكثف ربع كوب، بالغرام 70 غرام. نضيف على الشوكولا هنا، نتركه على جنب. نجي بعدها هنا عندي سكر 3 كوب، 100 غرام، 3 كوب. نضيف على 3 كوب السكر ربع كوب ماء، 50 ملي تقريبا. نضيف على السكر والماء جلوكوز ربع كوب تقريبا 75 غرام. هذا الجلوكوز مثل الشيرة بس تكون ثخينة. نضيفه كله هنا، بعدها نخليه على النار، نحرك به الى ان يبدي يغلي والسكر يذوب كله. انا هنا سويت كمية قليلة، يعني انتو دا تردون تسوون مال كيكة كبير حجمها، هاي المقادير ضعفوهن، سووا ضعفهن. يعني الكاكاو نص كوب سووا كوب، الحليب المكثف ربع كوب سووا نص كوب، وهكذا اذا تردون كمية كبيرة. بس احنا حنسوي هذا وقدامكم، حصب على الكيكة ونشوف ايش قد يعني يكفي الها لو لا. بس هي الكيكة صغيرة قياس 15. هنا بعد ما الجيلاتين شوف شلون صار قوامه جمد، نضيفه على الحليب المكثف والشوكولا البيضة، نضيفه كله. هنا بعدها بدأ يغلي عندي وذاب كل السكر. هنا خلاص نطفي النار ونتركه شوية يهدى، يعني مو رأسة نذبه على الجيلاتين والكاكاو، شوية نتركه. هنا بعدها نضيفه على الخليط، هنا نتركه يذوب شوية بالحرارة مالت السكر والماي. هيجي بدأ يذوب. هنا بعدها نخلطه بهذا، وإذا ما متوفر عندكم عادي بالخلاط مال العصير. لا بس حتى نتأكد انه كله يذوب. بعدها نصفيه حتى نتأكد انه ماكو اي شوائب بقت بي. هنا بعد ما كملناه وصفيته من ولو هي ما طلعت بي شوائب، بس احسن يعني هيك يكون شكله. هنا اذا عندكم لون طعام ابيض تلونوه، انا ما متوفر عندي مخلص يعني، فراح الونه راسنا باللون البنفسجي. بس انتو اذا عندكم ابيض بعد افضل يعني تلونوه بالابيض بعدها باي لون تردون. هنا ضفت اللون البنفسجي، وانتو اي لون حابين تضيفون اضيفوه، يعني مو شرط هذا اللون. ومثل ما قلت لكم
إذا عندكم لون أبيض يطلع اللون أحلى، إذا بالبداية تضيفون الأبيض يطلع أحلى من هذا اللون. هسه هنا شنو بهاي المرحلة، إذا تردون لمعته أقوى نقدر نضيف ملعقة أو نص ملعقة صغيرة من الزيت. حضيف ملعقة صغيرة مو تكثرون، هنا نخلط ليش يكون هنا. بعدها عندي هذه الكيكة قياس 15، خليتها جامدة، غلفتها وكملتها وجمدتها ونخليها هنا صينية، وعليها أي علبة أو أي شيء أصغر من الكيكة تثبتوه فوقها أو مشفك. بعدها نصب الجليز اللي سويناه هالشكل، أمشي على الحواف. هنا بعدها تقدرون تضيفون طبقة ثانية أو تكتفون بهذه، نتركها شوية إلى أن ينشف هذا الجو، يعني ظل ما ينزل منه. نشيل هذا الزايد هيك بالسكين، وطبعا هذا اللي بالصينية يعني نرفعه بس نوخر من نفتات الكيك اللي وقعت ونستخدمه عادي. هسه ارفعها وخليها على القاعدة ما تكيل، وهذا شكلها بعد ما رفعتها بالقاعدة. وهاي الحواف عادي تخلون تقدرون اي شي بيها، يعني كريسبي اي شي، شكلها كلش حلو ولامع، طريقته سهلة يعني بيها خطوات هي بس كلش سهلة. هذا اللي سويته كفى بيه، يعني كفي قد كيكة، كيكة هذا حجمها. ومثل ما قلت لكم اذا كيكة اكبر تضاعفون المقادير اللي قلت لكم عليها. اتمنى يعجبكم الفيديو، واذا عجبكم اشتركوا بالقناة وتسووا لايك، ومع الف سلامة.